أكد قائد عمليات جبهة الساحل الغربي أبو الزرع المحرمي سيطرة الجيش الوطني والمقاومة التهامية على مناطق جديدة في جنوب محافظة الحديدة. وأشار المحرمي خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس هادي إلى تحقيق الجيش الوطني انتصارات باتجاه الدريهم من قبل اللواء الأول عمالقة، وباتجاه الحسينية شرقا من قبل اللواء الثالث عمالقة. وأوضح أن القوات سيطرت على قرية غليفقة بمديرية الدريهم الملاصقة لمدينة الحديدة، وأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتكبد هزائم متسارعة في العدة والعتاد. وأشاد هادي بالتقدم الذي أحرزه الجيش الوطني في معاركه ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب الحديدة بإسناد من قوات التحالف العربي. قال محافظ الحديدة الحسن طاهر إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة التهامية والجنوبية تواصل تقدمها نحو الحديدة بخطوات سريعة بإسناد من التحالف العربي. وأشار إلى أن ثلاث مديريات جديدة أصبحت في حكم المحررة من الانقلابيين، داعيا أبناء الحديدة للانتفاض في وجه ميليشيات الحوثي الإيرانية. وبحسب مصادر عسكرية فإن 64 من ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلوا وأصيب العشرات في مواجهات مع قوات المقاومة في جبهات متفرقة من الساحل الغربي. أحرزت قوات الجيش الوطني في اللواء 17 مشاة تقدما جديدا في جبهة مخبنة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية غربي تعز. وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على تلة دار قاسم وقرية الحجر الواقعة شمال العارضة، وقطع خط إمداد الميليشيا إلى جبل العويد بمخبنة وسط خسائر فادحة في صفوف الحوثيين. وخلال المعارك تمكن رجال الجيش من استهداف طقم تابع للميليشيا في منطقة القحيفة، ما أدى إلى تدميره وقتل من كانوا على متنه. كما دارت اشتباكات عنيفة بجبهة العنين الواقعة في مديرية جبل حبشي إثر هجوم للميليشيا على مواقع الجيش الوطني غربي المحافظة. في السياق اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرقي المدينة. وتمكنت قوات الجيش في اللواء 22 ميكا من التصدي لهجوم عنيف شنته الميليشيا على مواقعها مصحوب بقصف مدفعي كثيف شرقي المدينة. أحرزت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدما جديدا شرق مديرية ميدي بمحافظة حجة. وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن الجيش الوطني أحكم السيطرة على تلك المواقع بعد دحر ميليشيا الحوثي منها، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات الحوثية وأسر ثلاثة عناصر آخرين. شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا على مناطق شمال غربي محافظة لحج. وقال مصدر عسكري أن القصف وقع بالقرب من إحدى القرى السكنية جنوب منطقة الشريجة ولم يسفر عن وقوع ضحايا. من جهته ردت مدفعية الجيش الوطني على منطقة بيت حاميم الواقعة على الطريق الرئيسي الرابطة بين منطقة الشريجة ومدينة الراهدة، والتي تشن منها الميليشيا القصف المدفعي على القرى السكنية. نظم العشرات من أبناء عزلة ميتم بريف مديرية إب وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة إب الخاضعة لهيمنة ميليشيات الحوثي الانقلابية، منددين بجريمة بشعة ارتكبها أحد مسلحي الحوثي بحق مواطن أعزل من السلاح. واتهم المحتجون مسلحا حوثيا يدعى تركي محمد علي حسين والمكنى بأبو فرسان بارتكاب جريمة قتل مباشرة ومروعة بحق الشهيد محسن برق جوار منزله ومزرعته الأسبوع الماضي ظلما وعدوانا، مطالبين السلطة الأمر الواقع الانقلابية بالتحرك لوضع حد للجرائم ما لم فسيلقون لخيارات مسلحة. شكى أهالي وذوي المعتقلين في سجن بير أحمد من تأخر إجراءات الإفراج عن أبنائهم المعتقلين خارج سلطة القانون في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال الأهالي إن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن 73 من المعتقلين قبل 3 أشهر، لكن إدارة السجن التي تشرف عليها القوات الإماراتية أطلقت سراح 27 منهم فقط. واتهم الأهالي إدارة سجن بير أحمد بالتلاعب بموضوع الإفراج عن السجناء رغم وجود أوامر قضائية صريحة. خرج العشرات من المواطنين بمديرية المنصورة في مدينة عدن للاحتجاج على اعتقال فريق مكافحة الإرهاب المدعومة إماراتيا للشاب وليد الإدريسي شقيق القيادي بالمقاومة أحمد الإدريسي. وتأتي عملية اعتقال الإدريسي عقب أيام فقط من نزوله رفقة مجموعة من تكتل 16 فبراير، وهو أحد فصائل الحراك الجنوبي، إلى ميناء عدن وكتابة شعارات مناوية لدولة الإمارات. وكانت القوات الإماراتية قد احتجزت شحنتنا من الأموال التي طبعتها الحكومة الشرعية بالخارج والمخصصة لصرف رواتب منتسبي الجيش الوطني والأمن وكذا موظفي الدولة، حيث استمر حجز الشحنة لقرابة الشهر قبل أن يتم الإفراج عليها والسماح بنقلها للبنك المركزي. كشفت مدير عام شركة النفط في عدن انتصار العراشة عن تسعيرة جديدة لأسعار المشتقات خلال الساعات القادمة. وقالت العراشة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة المؤقتة عدن إن الشركة ستقوم بإنزال كميات كبيرة من المشتقات لتغطية السوق بتسعيرة جديدة وفقا لسعر صرف الدولار، لكنها لم تحدد السعر، لافتة إلى أنها ليست الجهة المخولة حسب تعبيرها. وأكدت حرصها وكافة منتسبي الشركة في الحفاظ على بقاء الشركة ومواجهة التحديات التي تواجهها بسبب عوامل كثيرة داخلية وخارجية.